استاذ محمد. اتفضل يا استاذ مصطفى. اتفضل يا فندم، اتفضل كمل كلامك. انا بس عايز اقول لك انه النهارده الصوره اختلفت تماما. نعم. ومنظرنا بقى يعني محل تقدير للعالم كله، وانا اعتقد ان الازمه اللي انا اتكلمت عنها الازمه مركبه وازمه مستورده، لكن احنا افضل حالا من العديد من اعتى الدول الصناعيه اللي موجوده في اوروبا وحتى في دول ثانيه حوالينا في جنوب شرق اسيا وهنا وهنا وهنا. في مجاعات وفي مشاكل كبيره جدا بتلم شعوب ودول كثيره جدا. انا اعتقد ان احنا ما مش شايفين ده قدامنا. الحمد لله احنا اكتشاف الغاز ده كان مشكله كان الحقيقه يعني نقله كبيره جدا لايراداتنا، ونقله كبيره جدا لدعم صادراتنا، ونقله كبيره جدا للاستهلاك المحلي اللي دعم الصناعه النهارده. ووجودنا النهارده بوجود المشروعات العملاقه وقت الزراعه اللي خدمنا فيه الامن الغذائي اللي موجود في القمح، وخصوصا المنتجات الحيويه الاستراتيجيه زي القمح والذره اللي عندنا اللي احنا زرعناها من خلال السنتين اللي فاتوا دول، الحقيقه حد من ازمه كبيره جدا كانت تواجهنا ومشكله كبيره جدا. بالتاكيد احنا النهارده قدام تحدي ثاني خالص. قدام تحدي التنافسيه العالميه. النهارده دول حتى الدول المحيطه بينا وحتى دول العالم كلها النهارده بتقول انا عايز استثمارات. والاستثمارات الكبيره دي كلها ما تتدفقش الا بناء عن دراسات وعن قرار. قرارات الدول او الشركات الكبيره اللي صاحبه الصناعات، صناعات المستقبل اللي فيها القيمه المضافه العاليه دي بتفاضل بين اسواق العالم النهارده، بتقول انا اروح فين وابعد عن عن, عن 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 اروح اي سوق وابعد عن اي سوق. احنا النهارده الواجب الاول او التحدي الاول ان انا بتكلم عن مجموعه رسائل انا عايز اقولها انا بخبرتي مع الشخصيه. ازاي نضع مصر في اولى الدول جاذبه الاستثمار؟ ومش هينفع ابدا ان انا اقعد احل مشكله عشان ارقع في حلول، لا. انا عايز اقرر والشعب يبقى عنده الثقافه اللي انا هقول عليها دلوقتي تبقى هي رؤى مستقبل مصر. كيف نبني مصر الصناعيه المتقدمه؟ دي رؤى. هذه الرؤى لما تتحط قدام الكل يجب بقى على الكل يقول انا ارسم ايه من مجموعه السياسات او التشريعات او الممارسات اللي تحقق لي ان انا اكون دوله صناعيه متقدمه. ده الفيجن ده وتسويق وترويج الرؤى مستقبل مصر الكبيره اللي انا بتكلم بقى عنه، انه يترسم ويبقى منهج عمل ملزم لجميع الوزارات ويبقى عنده وراه ومحل الرؤى ويبقى فيها مجموعه جديده من المحترفين في التسويق والدعايه او البي ار العالمي، يبقى عندنا خطوط لقرار سياسات جديده بتمحو كل مشاكل الحاضر او امين المستثمر النهارده او مشاكل الاستثمار في مصر. هي الحقيقه مشاكل، في مشاكل ما اقدرش اقول ما فيش، لكن المشاكل دي كلها قابله للحل. انا عاوز ابعد عن الحلول الجزئيه، لكن عاوز اطلع من ده كله واقول لا، انا خلاص انا قررت ان اكون دوله صناعيه متقدمه وانا برسم السياسات دي.